أنا بشكرك يا سعيد لدعوتك إلي على السحور، بس هالصفرة العمرانة ضرارة أكثر من نفعة. إيه؟ وتوقيت السحور مهم، يعني سحور نص الليل ما بينفع لأنه مفعوله بتكون راح مع طلوع الشمس. الأفضل أنك تقوم من النوم قبل بساعة من الإمساك، تأخذ وقتك بالأكل وبكون باقي لك نص ساعة قبل العودة للنوم. طبعاً لازم تكون وجبة السحور خفيفة وبتساوي 30% من عدد السعرات الحرارية اللي بتحتاجها، وتكون متوازية، يعني ربع سحور من الحبوب مثل شرحتين من خبز القمح الكامل، وربع بروتين مثل 4 شرحات جبنة أو بيضتين أو كوب من الفول، والبروتين بيعطيك إحساس بالشبع وبساعدك على تحمل الصيام، وربع خضار منوعة تقريباً كوب و25 سعرة حرارية بس بيعطيك مي كفاية إلك، وآخر ربع فواكه يعني حبتين متوسطتين. ولا تنسى المي يا سعيد. hey. لا تنسى كمان أنك تشرب كوب من الحليب أو الزبادي، وتجنب الأكلات اللي بتعطش مثل المخللات والمكسرات والزيتون والحلويات الثقيلة، يعني بلا الكنافة والبقلاوة، وإذا مضطر صحن مهلبية أو رز بحليب. رمضان كريم وعساكم دوم بصحة وسعادة.